السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن حلقة جديدة أول ما نتكلم فيها، وهنتكلم عن الكورة في مصر وخصوصا نادي الزمالك. ليه نادي الزمالك؟ لا شك إن نادي الزمالك فريق كبير ويعتبر إن هو القطب التاني للكرة المصرية، تمام؟ عشان كده إحنا في حالة استياء، في حالة حزن شديد جدا للي بيحصل فيه. كله عمال يحط عليه، أي حد بيجي بيديله شمال وبيديله يمين، طوب الأرض ما بيرحموش. عشان كده هنتكلم في ليه الزمالك فريق جميل. ليه الزمالك فريق جميل؟ الزمالك فريق جميل لانه ما بيزعلش اي حد منه خالص، تمام؟ اي فريق بيصارع على الهبوط يروح جاي له الزمالك يقول له تعالى اديك بونت، اديك 3 بونت، بينقط ماشي كده، بيوزع حاجه كده اللي هو زي ايه، ربنا يجعله في ميزان حسناتك. ليه الزمالك فريق جميل؟ الزمالك فريق جميل لانه حنين، قلب ابيض كده زي فالنت، وما بيزعلش حد منه. ام بي ما كسبش طول الدوري فراح جاله الزمالك قال له خد تعالى كسبني اديه 3 بونت. راح للانتاج فلقاه بيعيط، قال لك ايه ده انت مالك؟ قال له الاهلي رزعنا 4. قال له طب خلاص تعالى تعادل معايا، بس اللي هو ايه، ما تكسبنيش عشان ايه، ما نزلش درجه تانيه. اف سي مصر نفس الكلام، سموحه نفس الكلام، وغيره 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 وغيره. فالزمالك فريق جميل وحنين وقلبه ابيض، ما بيحبش يزعل حد منه. وبناء على اللي احنا قلناه دوت هنقول حاجة تانية، ليه الزمالك لازم يكسب؟ الزمالك لازم يكسب لحاجات كتير جدا 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 جدا. أولا عشان رقم واحد، عشان العيال هتسقط، حقيقي العيال هتسقط، تمام؟ أنا ذنبي إيه يبقى أنا عندي امتحان الصبح وأجي أتفرج على ماتش، تمام، ألاقي الزمالك بيتعادل بيخسر بينكد عليا؟ طب انا اروح اركز في ايه؟ طب انا هذاكر ازاي؟ اخش اللجنه افكر في السؤال ولا افكر في الهجمه انت ضيعتها؟ كان ممكن تصعدنا ولا ممكن تكسبنا ولا اي حاجه. حاجات كتير قوي بتفكر. لازم الزمالك يكسب عشان خاطر العيال. العيال فعلا غلابه، انا بشوف عيال بتصعب عليا. العيال هتشد كلها، العيال هتشد كلها من اللي بيحصل في الزمالك، تمام؟ فخلاص الدماغ دي هنا لحست، ما بقاش فيه اي حاجه خالص. ليه الزمالك لازم يكسب؟ الزمالك لازم يكسب عشان يقلل من نسب الانتحار. تخيل كده ان انت كسبت، تخيل، تمام، مش بقول لك انت هتكسب، بس تخيل ان انت كسبت، يبقى انت هتاخد 3 بونت، تمام، وكمان هتساعد ان في ناس ما تنتحرش بسبب اللي انت بتعمله فيهم. يبقى انت كسبت دنيا وكسبت اخره. كسبت دنيا ان انت 3 بونت، وكسبت اخره ان انت ساعدت ناس كتير كانت هتنتحر، تمام، ما انتحرتش بسبب ان انت ربنا كرمك وكسبت. ليه الزمالك برضه لازم يكسب؟ الزمالك لازم يكسب عشان هيساعد على صلة الرحم وتجمع الأصدقاء والأحباب والأخوات. أنا واحد من الناس، أنا مبقتش أقعد مع أصحابي خالص، ما مش عارف أقعد مع أصحابي. ليه؟ تعالى يا عم، تعالى نقعد نتفرج على ماتش الزمالك على القهوة مع بعض ونتجمع شوية. فأول ما أقول له كده يقول لي يا عم هي ناقصة قرف وناقصة خنقة وتعب ووجع بطنه ومش عارف إيه والكلام ده كله. ما بقيناش نقعد، ما بقيناش نقعد خالص، مش عارفين نتجمع، مش عارف اشوف صحابي بسببك، انا مش عارف اشوف صحابي بسببك يا عم، يعني فقول لي حل، نعمل ايه؟ ويوم لما ربنا بيكرمنا ونيجي نتقابل ونقعد مع بعض على القهوه، اول ما بتيجي سيره الزمالك بلاقي الواد يا عيني كده ثابت عليه نفسه وخد بعضه ومشي من غير لا سلام عليكم ولا احنا ولا دستور ولا اي حاجه خالص، بيبقى ماشي يا عيني زي اليتيم. ف مجرد ما تيجي سيره الزمالك، ف بجد الزمالك لازم يشوف له حل في الموضوع دوت. رقم 4 وحاجة مهمة جدا برضه، ليه الزمالك لازم يكسب؟ الزمالك لازم يكسب عشان فقدان الأمل. فقدان الأمل دي نقطة مهمة جدا. ازاي الشباب هيكون عندهم أمل في بكرة؟ ازاي هيكون عندهم نظرة للمستقبل؟ ازاي هيبقى شايف ان غد أفضل وكلام كتير وهو الزمالك على طول بيخسر؟ يعني هو بيبقى صاحي الصبح كده بيقول لك يا رب احنا النهارده هنخسر ولا هنتعادل، مبقاش فيه كلمه مكسب دي في القاموس اصلا، مبقتش موجوده عنده. فازاي ان الشاب هيبقى عنده امل في بكره وان بكره جاي احسن وكل حاجه جميله وهو اصلا عارف ان الزمالك ده مش هيكسب؟ يعني بيصحى كده اللي هو بيعمل كده اللي هو ايه، هنخسر كام النهارده ولا هنتعادل مع مين؟ تخيل معايل يا عيني يبقى نايم كده ويصحى على كابوس مثلا ان اسوان راحت مش هيقل مثلا 3-4، يا نهار ابيض، ايه ده، في ايه، في حاجه كده مش مفهومه. رقم 5، ليه الزمالك لازم يكسب؟ الزمالك لازم يكسب عشان النجاح حلو. والله النجاح جميل، اقسم بالله النجاح حلو. زي ما احنا صغيرين كده كانوا بيقولوا لنا النجاح طعمه حلو. فاكر يا زمالك؟
فاكر يا زمالك لما كنت بتاخد بطولات وبتكسب وبتفرح جمهورك وبتشجع امجادك وذكرياتك والكلام ده كله؟ فاكر؟ انا اسف يا جماعه، النقطه ديت مش موجوده معانا. الزمالك عمره لا كسب ولا فرح جمهوره ولا رجع امجاده ولا ذكريات ولا اي حاجه. ما احنا اسفين، النقطه دي مش موجوده. سيبك من رقم خمسه خالص. رقم سته، ليه الزمالك لازم يكسب؟ الزمالك لازم يكسب عشاني انا بقى. انا تعبت يعني. الزمالك لازم يكسب عشاني انا كاهلاوي تعبت. الواحد بيصحى الصبح بيقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، هنعمل النهارده؟ هنفطر ايه؟ هنشتغل ايه؟ اروح الشغل ولا اكمل نوم؟ مفيش. تمام، لكن اصحى من النوم اقول الدوري بتاع السنه دي، دي جديده يعني، دي جديده على الناس كلها، حسسونا ان انتوا موجودين، نفسه معانا. يعني اقول لك على حاجه يا عم، هسيب لك الدوري وسيب انت الكاس، بس اللي هو ايه، بحس ان في حاجه كده. اقول اكسب الدور الاول تمام، والدور التاني يا عم اخسر مش مشكله، بس اللي هو ايه، حاسس ان في حد بيجري معايا، حد بيعمل حاجه. انا مش ماشي لوحدي كده على طول الطريق. طب ما انا هتخني هرجع تاني اروح بقى، انا زهقت. فكل الموضوع دوت تعبني نفسيا يعني، انا تعبني نفسيا. الزمالك لازم يكسب، لازم يكسب. الزمالك لازم يكسب عشان في ناس كتير قوي هتقعد في بيتها. فليه الزمالك لازم يكسب؟ الزمالك لازم يكسب عشان في ناس بتعمل، ناس زيي وناس اعلاميين وناس قاعده في البيت تمام، في ناس بتعمل شغلتها كلها انها تعمل فيديوز كوميدي تضحك الناس تمام. ف طب ما انت بتخسر، انا هقعد في البيت مش هلاقي شغل. طب ما انت بتعمل اللي انا بعمله تمام، انت بتعمل اكتر من اللي انا بعمله كمان. انت كل ما بتخسر بضحك، بتخسر بضحك يعني. وكل خساره او كل تعادل غير التاني في كده، في تنويع، في كوميديا، في اثاره في الموضوع، اللي هو انت ما بتخنقنيش. انا ممكن اتكلم مثلا في حلقه تمام، ممكن بعدها بفتره تلاقيني بتكلم نفس الحلقه بس بغير في حاجه. لا، انت بتجدد على طول عشان المتلقي او المشجع بالنسبه لك ما يزهقش. ليه الزمالك لازم يكسب؟ انا زهقت من التحفيل والله يعني. انا زهقت فعلا من التحفيل. انا مش لاقي حاجه اعملها يعني. انا من كتر ما زهقت ان انا بحفل عليك تمام، انا بقيت بحفل على الفرق التانية اللي بتعادل او بتخسر معاك، اللي هو ازاي مثلا الانتاج الحربي ما كسبكش تمام، ازاي اف سي مصر مثلا ما زعتكش 3-4 تمام. فشوت وصلت لايه؟ ان انا من كتر ما انا بحفل عليك انا زهقت من التحفيل عليك والله العظيم. فبقيت بحفل على فرق تانية تمام، اللي هي ازاي ما تعادلتش معاك، ازاي ما كسبتكش تمام. انت وصلت لايه يعني؟ انت متخيل انت وصلت ايه؟ ليه الزمالك لازم يكسب؟ الزمالك لازم يكسب عشان انا صحابي والله صعبانين عليا، والله صعبانين عليا. العيال لسعت والله لسعت يعني، اللي هو انا احب اتفرج معاه على الماتش. فاللي هو يعني الواد ماسك اللي قاعد كده، الواد محول ما بيتفرجش على الماتش تمام، عارف اللي هيحصل فيه. فرجاء رجاء الزمالك لازم يكسب من فضلك. خلصنا هزار، نتكلم جد بقى شويه. كل اللي اتقال ده كان هزار بكل حب، زي ما احنا متعودين ان لما الاهلي يخسر انتوا بتحفلوا علينا وبتهزروا، والزمالك لما بيخسر احنا بنحفل عليكم وبنهزر. كل دوت في اطار الادب والاحترام، وان احنا بنحب بعض وبنهزر مع بعض. فكلنا قلت دوت كان مجرد هزار. طبعا نتكلم جد، لازم نقول ان نادي الزمالك هو فريق كبير جدا، فريق محترم بلاعبته، كيان ليه اسمه، هو القطب الثاني للكره المصريه. فانا زعلان، او احنا زعلانين، الناس اللي بتفهم كوره فاحنا زعلانين ان الزمالك بيمر بالفتره ديت. فبنتمنى ان الزمالك ينتهي من الفتره الصعبه اللي هو بيمر بيها ديت في اسرع وقت، وان شاء الله الزمالك يرجع اقوى واحسن من الاول بكتير، يشرف اسم مصر جوه وبره، وان الفتره ديت تنتهي ايا كان ايه السبب فيها، لازم تنتهي، لان ده لا يليق باسم وبتاريخ نادي الزمالك. رساله لكل جماهير نادي الزمالك، خليكوا ورا فريقكوا، اقف في ظهره، لان مش ده نادي الزمالك ولا ده اللي يليق بنادي الزمالك. انا مش هتكلم في اسباب ولا اتكلم في اي حاجه، غير ان انا بقول اتمنى ان الزمالك يرجع احسن من الاول عشان ينافس ويخلي عندنا منتخب قوي. طول ما في اهلي وفي زمالك
بصحتهم، واقفين على رجليهم، بيأدوا أداء محترم، هيكون في منتخب محترم، هيكون في شأن للكرة المصرية، الزمالك هيرجع يشرف اسم مصر جوه وبره. فنتمنى نتمنى نتمنى إن الزمالك يرجع أحسن من الأول إن شاء الله. وآسف لو كان هزاري يضايق حد فيكو، لكن احنا متعودين ان احنا بنضحك وبنهزر زي ما هزرنا، زي ما انا بتكلم جد وبقول لكم ان الزمالك فريق كبير ومحترم، ولا كنت اقصد اي تقليل ابدا من حجم واسم نادي الزمالك. السلام عليكم.